ونستهل نشرة السادسة من آخر التطورات في لبنان. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بمقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين جراء العبوة التي فجرها حزب الله اللبناني في وحدة من لواء جولاني في مارون الراس. وكان حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق أن تصدي عناصره لجميع محاولات الفرق الإسرائيلية للتسلل داخل الأراضي اللبنانية. وأشار الحزب في بيان إلى أن قوة جولاني كانت تحاول الالتفافها من الجهة الغربية لبلدة مارون الراس، وأن الحزب أوقع عناصرها بين قتيل وجريح. كما أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في منطقة الثغرة بخرج بلدة العديسة برشقة صاروخية، بالإضافة إلى قصف لتجمع آخر لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم. كما أضاف حزب الله أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة إيريؤون برشقة صاروخية، مشيرا إلى أنه قصف أيضا تجمعا لقوات الاحتلال بين موقعي شتولة والراهب من ناحية أخرى في إطار هذا الرصد الميداني. أوضح حزب الله بأن عناصره تصدت لمحاولة تقدم لقوات الاحتلال عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية. كما أفادت مراسلة القاهرة بسماع دوي صفارات الإنذار في مناطق متفرقة بالجليل الأوسط والكرمل إثر رشقات صاروخية من جنوب لبنان. وفي ذات السياق أكدت مراسلتنا اندلاع حرائق ضخمة بمناطق شلومي وزرعيت وحنيطة فضلا عن الكبري، وذكرت أن فرق الإطفاء موجودة في كل مكان. من جانبه أكدت وسائل أعلام إسرائيلية انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء إصبع الجليل خلال اعتراضها لهجمات لحزب الله اللبناني على عدة مواقع في المناطق الشمالية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق على مدار اليوم أكثر من 120 قذيفة من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل. كما أضاف جيش الاحتلال في بيان له إنه سيواصل العمل على صد تلك الصواريخ ومواجهة تهديدات حزب الله وإعادة سكان مستوطنات الشمال إلى منازلهم. كما أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد جنوده وإصابة آخر بجروح جراء اعتداء من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح الجيش اللبناني أن الهجوم وقع في أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة بقضاء مرج عيون جنوبي البلاد. قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن الجيش أصدر اليوم تحذيرا لسكان أكثر من 25 بلدة في جنوبي لبنان بضرورة إخلاء منازلهم على الفور. كما زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس إن نشاطات حزب الله تجبر جيش الاحتلال على العمل ضده بقوة، وأضاف أن كل ما يوجد على مقربة من عناصر حزب الله ومن منشآته ومن وسائله القتالية يعرض حياته للخطر، وأن أي بيت يستخدمه الحزب لحاجاته العسكرية من المتوقع أن يتم استهدافه. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة البشورة وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وأشارت وسائل أعلام لبنانية إلى أن القصف استهدف مقرا لهيئة إسعاف تابعة لحزب الله في ضربة هي الأقرب إلى وسط العاصمة اللبنانية منذ بدء التصعيد. وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال استخدم القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا في الهجوم على البشورة. كما أظهرت لقطات مصورة آثار مدمرة لقصف الاحتلال الإسرائيلي لمقبرة في منطقة البشورة بالعاصمة اللبنانية بيروت. كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت نحو 20 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية.
من رميش بالجنوب اللبناني مصطفى عبد الفتاح موفد القاهرة إلى هناك. مصطفى اطلعنا. يعني ما زالت الغارات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى الجنوب اللبنانية مستمرة، هذا في إطار ما تقوم به قوات الاحتلال من توسيع لهجماتها وغاراتها على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، خاصة بلدات الصف الأول والثاني والثالث من المناطق الحدودية. نتحدث عن المواجهات والاشتباكات والتي كانت العنوان الأبرز على مدار هذا اليوم والساعات الأولى لصباح هذا اليوم، والتي كانت قد شهدت اشتباكات من مناطق قريبة وصلت إلى بضعة أمتار ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في عدد من بلدات القطاع الأوسط. هنا نتحدث عن مارون الرأس ويارون، هذه البلدات والتي شهدت اشتباكات متقطعة. هذه الاشتباكات استمرت في بعض الأحيان إلى أكثر من 3 ساعات وما زالت مستمرة في بلدة مارون الرأس، والتي أعلن جيش الاحتلال خلال هذه الاشتباكات واعترف بمقتل 8 من عناصره منهم 3 ضباط وفقا للبيانات التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة أيضا إلى ما أعلنه حزب الله عن استهدافه لهذه القوة التي جاءت متسللة عبر الخط الأزرق واتجهت إلى مارون الرأس ويارون، وهذه البلدات التي قاوم فيها حزب الله ومنع هذه القوة المترجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إلى عمق بلدة مارون الرأس، وكذلك أصاب واستهدف 3 مركبات من نوع مركافة بالقرب من الخط الأزرق في المواقع الإسرائيلية التي تنتشر بالقرب من هذه البلدات مارون الرأس ويارون، وكذلك في القطاع الشرقي كانت هناك اشتباكات وصلت إلى اشتباكات محتدمة بالقرب من العديسة وكذلك كفر كلا، وهذه هي البلدات التي هي الأخرى أعلن حزب الله عن استهدافه لعديد من المركبات الإسرائيلية التي جاءت متسللة وحاولت الدخول من الخط الأزرق، وقال بأنه نجح إيقاف هذه القوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجيش الاحتلال كان قد أعلن عن استهداف قوة تابعة له من وحدة اللواء جولاني، هذه الوحدة والتي بدأت في التوغل البري بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نيته بعمليات برية في الجنوب اللبناني منذ عدة أيام، وحتى الآن لم يستطيع أو تستطيع قوات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على أي من بلدات الجنوب اللبناني. هذا أيضا في إطار ما قام به حزب الله من رشقات على مدار هذا اليوم، هذه الرشقات الصاروخية والتي طالت المواقع الإسرائيلية القريبة من هنا من هذه المنطقة وتحديدا في الجليل الأعلى وأمام بلدة رميش، حوالي 6 مواقع عسكرية إسرائيلية طالت جميعها هذه الرشقات الصاروخية وامتدت إلى ما هو أبعد من هذه الأماكن في إطار ما يقوم به الحزب لمحاولة تخفيف الضغط البري الذي بدأته قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تواصل تغطية هذا التقدم البري مع غطاء من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وكذلك القصف المدفعي المستمر على مارون الرأس وعلى يارون وعلى بلدة عيتا الشعب التي شهدت عدة غارات من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك قصف مدفعي شديد في بعض الأحيان. إذن ما زال يعني حزب الله يحاول الرشقة الصاروخية من خلال هذه الرشقات التي تنطلق من الجنوب اللبناني لمحاولة تخفيف الضغط على هذه القوات التي أصبحت تتسلل من حين لآخر لبعض بلدات وقرى الجنوب اللبناني ويستهدف المواقع القريبة من الخط الأزرق وكذلك ما هو من قوات إسرائيلية ما بعد الخط الأزرق في شمال الأراضي المحتلة، وما زالت قوات الاحتلال تحاول من خلال الغارات الكثيفة والقصف المدفعي فرض نوع من السيطرة على هذه البلدات في الجنوب اللبناني، ولكن حتى الآن الاشتباكات ما زالت مستمرة وجيش الاحتلال من حين لآخر يعلن عن قتلى بين صفوفه وكذلك إصابات كثيرة، وكنا قد لاحظنا ونقلنا بعض المروحيات العسكرية التي كانت تحلق بالقرب من موقع سعسعة الإسرائيلية والذي يبعد عن هنا حوالي كيلومتر واحد، وكانت هذه المروحيات العسكرية في إطار ما تقوم به من محاولة لإجلاء وإخلاء عدد من المصابين الإسرائيليين. أيضا الجيش اللبناني كان قد أعلن استشهاد أحد أفراده والذي كان يعمل مع قوة من الصليب الأحمر الدولي في محاولة لإجلاء بعض المصابين بالقرب من قضاء مرج عيون، وذلك في إطار الغارات التي نفذتها وقامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جميع الأقضية في الجنوب اللبناني. هذا هو مصطفى عبد الفتاح موفد القاهرة إلى قرية رميش بالجنوب اللبناني، شكرا يا مصطفى على ما قدمت. غزو إسرائيلي بري للأراضي اللبنانية ضمن عملية أطلق عليها جيش الاحتلال سهام الشمال في إصرار واضح على تعميق حالة الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل على عدة جبهات. إذن المزيد حول خريطة نقاط تسلل القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية في هذا العرض الذي يقدمه الزميل أحمد عيد.
فصل جديد ضمن تاريخ طويل من محاولات إسرائيل التوغل إلى الأراضي اللبنانية، لا سيما تلك الواقعة في الجانب الشمالي لدولة الاحتلال، حيث أعلنت تل أبيب انطلاق الغزو البري لعدد من القرى الحدودية في عملية عسكرية أسمتها سهام الشمال. ويبقى السؤال الأبرز الآن، من أين يمكن أن تتسلل إسرائيل إلى لبنان؟ وقبل الإجابة عن ذلك التساؤل، فسنجد أن إسرائيل بالرغم من إعلان استعداداتها العسكرية والتكتيكية لهذا التوغل، إلا أن ما تتلقاه على أرض الواقع من خسائر لا سيما في أعداد قتلاها من الجنود قد تجاوز مخططاتها، ما يفرض تساؤلا آخر حول قدرة الاحتلال على اختراق الحدود الجنوبية للبنان واستمرار عملياته البرية التي جرت الآن عبر ثلاثة محاور رئيسية هي العديسة وخربة بارون ومارون الراس. المحور الأول أو ما يسمى بمحور التوغل الرئيس، فكان بمنطقة العديسة والتي شهدت حتى الآن محاولتين للتسلل الإسرائيلي، كانت أولهما قبل أيام قليلة من إعلان إسرائيل لعملياتها البرية، إذ تسلل الاحتلال لفترة قصيرة في محاولة لجس نبض عناصر حزب الله قبل أن ينسحب مجددا. وبالتعمق في موقع العديسة والتي يبعد نحو 14 كيلو مترا عن مركز القضاء في جديدة مرج عيون و64 كيلو مترا عن مدينة صيدا، إلا أنه يقع أيضا وسط أربعة جبال يتخذ الاحتلال من أحدها وهي تلة مزجاف عام، أحد أهم مواقعه العسكرية والتي يبدأ منها مخططه للدخول إلى الأراضي اللبنانية، إذ إنه وبمجرد نجاح قوات الاحتلال وألياته في التسلل عبر العديسة فإنها ستخرج إلى الطريق العام اللبناني. أما منطقة خربة يارون التي تقع في محافظة النبطية وتبعد نحو 126 كيلومترا عن العاصمة اللبنانية بيروت، تعد ثاني محاور التسلل لقوات الاحتلال الإسرائيلي نظرا لوقوعها على منطقة مرتفعة تطل على واد يسلكه جنود الاحتلال نحو الخط الأزرق الذي يبعد نحو 400 متر فقط من المنطقة، وقد اخترقتها قوات الاحتلال مرة واحدة قبل أن تنسحب منها في وقت لاحق. وبالاتجاه إلى أقصى الجنوب حيث منطقة مارون الراس، أعلى قمة جبلية بمحافظة النبطية والتي تبعد نحو كيلومترين فقط من الحدود اللبنانية الفلسطينية، كما تعد الأقرب لمستعمرة أفيفيم الإسرائيلية فضلا عن كونها تطل على جال الدير أبرز معاقل حزب الله اللبناني، ما يجعلها أقرب النقاط المحورية للاحتلال وأهمها خلال عملية التوغل البري. وبتتبع مناطق أو محاور تسلل الاحتلال الإسرائيلي إلى الداخل اللبناني، تتضح معالم العملية البرية الإسرائيلية والتي وإن بدأ الاحتلال في تنفيذها إلا أن نتائجها على أرض الواقع تؤكد أنها لن تكون بالسهولة ذاتها التي اعتقدتها إسرائيل، ربما لطبيعة المكان الجبلية أو لموقعه الاستراتيجي نظرا لأنها منطقة أممية تخضع لقوات يونيفل، وهو ما يفسر الخسائر الكبيرة التي لحقت بقوات الاحتلال خلال أيام قليلة من بدئها، ما يثير المزيد من الشكوك والتساؤلات حول قدرة إسرائيل على مواصلة تلك العملية. الآن معنا من بيروت تاس إنغرام المتحدثة باسم اليونسف. سيدة تاس، أهلا بك. كيف ترصدون الوضع الآن في ظل هذه المواجهات المحتدمة في الجنوب اللبناني؟ إن اليونيسف قلق للغاية بالشأن زيادة هذه العدوات في كل لبنان، ولكن خاصة في الجنوب. الآن العديد من الناس قد نزحوا، نحن قلقين حول هذه العائلات التي لديها الكثير من العجزة والأطفال وليس لديهم الموارد الكافية ليستطيعوا النزوح أو الإخلاء. نحن نتواصل مع الحكومة اللبنانية، حوالي مليون شخص قد نزحوا عبر لبنان، ونحن نقدر أن 300 ألف طفل إلى الآن هم في الشوارع بلا مأوى دون الاحتياجات الأساسية ويحتاجون إلى مساعدة بالغة.
طبيعة المساعدات التي يمكن أن تقدمونها سيدة تاس في ظل هذه الأوضاع ربما المرتبكة بشدة؟ تتحدثين عن 300 ألف طفل في الشوارع، الإمدادات التي تقدمونها لهؤلاء الأطفال أو حتى للنازحين بشكل عام؟ هذا سؤال جيد، وأعتقد أن الإجابة حوله أن كل شيء بوسعنا إعطائه لهم نعطيه، لأن العديد منهم قد غادروا منازلهم في مساء في الفجر، وأمهات قد أخبروني أنهم فقط أخذوا أبنائهم بما يرتدوه وغادروا سريعا، فغادروا بدون المستلزمات الأساسية. فإننا نحاول أن نوفر البطانيات، المياه، المراتب، الشامبوهات وغيرها من موارد والأمور الخاصة بالنظافة الشخصية، بعض الألعاب للأطفال، نحاول توفير كل شيء. كنت في هذه الملاجئ والمأوي على مدار الأيام السابقة، وكنت أتحدث مع العائلات، أتفهم ما احتياجاتهم، فهم يحتاجون إلى كل شيء، أمور الرعاية الشخصية والمراتب وغيرها من الأمور. ذكرت وزارة الصحة اللبنانية ربما قبل ساعات قليلة من الآن أنه هناك 127 طفل قتلوا في ظل هذه المواجهات، إضافة إلى ربما آلاف الأطفال مصابين. أيضا ماذا تقدمون في هذا الصدد مع احتمالية ارتفاع هذه الأعداد؟ نحن نعلم أنه ما لا يقل عن 1000 طفل قد توفوا في الأيام السابقة، وأيضا هذه تعد ارتفاع كبيرة من أغسطس، فالأرقام تزداد بسرعة كبيرة على مدار الأسابيع الماضية، وهذا بالطبع أمر غير مقبول. لابد أن يتم حماية الأطفال، وقانون الدولي الإنساني قد نص على أن لا يجب أن يصاب أو يقتل الأطفال، فإننا نرى هذه الأرقام المتزايدة، الأطفال تقتل، وأيضا مئات الآلاف من الأطفال الجرحى. لقد رأيت طفل يعاني من جروح كبيرة من ظهره إلى معدته إلى ركبته، وكان يتألم بشدة، وكان بدأ يشعر بفقد الإحساس في أطرافه، وهذا بالطبع غير مقبول. لا يمكن أن يكون هذا هو الوضع الطبيعي للأطفال في لبنان. أيضا كان من الملاحظ ربما في الإفادة التي تتقدم بها وزارة الصحة اللبنانية سيدة تاس أن هناك ربما تعمد لاستهداف القطاع الطبي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل ربما انهيار لهذا القطاع وسط هذه المعارك الدائرة، ما الذي تقدمونه أيضا للقطاع الطبي؟ إن اليونيسف قد وفرت حوالي 100,000 من المعدات الطبية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وأيضا للوحدات الصحية المتنقلة التي تكون موجودة في الملاجئ، وأيضا لفرق الطوارئ التي تقوم بالاستجابة لهذه الأحداث. لدينا مزيد من المساعدات التي ستأتي على مدار نهاية الأسبوع، وغيرها من الأطنان من المساعدات التي ستأتي. نحن نحاول زيادة وتيرة هذه المساعدات التي نحاول إدخالها لك، لأنك كما قلت فإن إمكانيات المستشفيات تعاني للبقاء مستمرة مع زيادة هذه الإصابات. نعم، في ظل احتمالات تصاعد وتيرة المواجهات وربما احتمالات التصعيد لدرجة أعلى مما نشهدها الآن، هل هناك خطة موضوعة من قبل يونيسف لمواجهة ربما تداعيات ارتفاع التصعيد؟ نحن ننوي أن نبقى هنا بقدر المستطاع وبقدر الاحتياج. نحن ننتهي من كل المساعدات بحوزتنا سريعا، فالاحتياج يزداد من 200,000 إلى مليون في غصون أيام، بالصعب للغاية أن نتعامل مع كل هذه بالموارد المحدودة التي لدينا. لذلك نحن دوما نطالب بمزيد المساعدة الإنسانية، ونحتاج من الدعم من المجتمع الدولي لأجل القيام بهذه الاستلزامات، ونحتاج أيضا أن تبقى الطائرات تستطيع المجيء إلى بيروت لنستطيع الاستمرار في إعطاء هذه المساعدات.
نعم، فيما يتعلق بمسألة الطيران سيدة تاس، ونحن نتحدث ربما عن أن الأجواء اللبنانية تواجه صعوبات في هذه المسألة، حتى أن مدير منظمة الصحة العالمية ذكر أنهم لن يتمكنوا من تسليم شحنات الإمدادات الطبية إلى لبنان غدا الجمعة بسبب قيود الطيران. لو توضحي لنا الصورة، ما الصعوبات التي تواجهونها في هذا الصدد؟ نعم بالطبع، إن العديد من الشركات قد أوقفت رحلاتها إلى لبنان، وهذه أحد العوائق التي أمامنا في إرسال هذه المساعدات. فهناك رحلات محدودة وتزداد احتياجات الأطفال، فهذا يزيد من صعوبة الموقف. نحن نتمنى أن يكون هناك المستلزمات الطبية موجودة في نهاية هذا الأسبوع، ولكن هناك بعض المساعدات التي تأتي عن طريق السفن والشاحنات، وأيضا ولكن بالطبع هذه التي تأتي عن طريق الطيران تكون أفضل وأسرع. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا ضيفتنا من بيروت تاس إنغرام المتحدثة باسم اليونسف. أعلنت منظمة الصحة العالمية بأنها لن تتمكن من تسليم شحنات الإمدادات الطبية إلى لبنان غدا الجمعة بسبب قيود المفروضة على الطيران. وأضافت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن 28 موظفا بالقطاع الصحي قتلوا في لبنان في الساعات 24 الماضية. من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور جوزيف حلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة اللبنانية. سيدي أهلا بك على شاشة القاهرة، اطلعنا على الوضع الصحي في المستشفيات اللبنانية جراء تكثيف الطيران الإسرائيلي والعمليات العدائية تجاه لبنان. شكرا لكم لاستضافتكم، والتحية لكل شعب مصر وكل المستمعين الكرام. بالنسبة لنا نحن أول شيء الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وتحية للقطاع الصحي في لبنان اللي ما زال صامدا وحيبقى صامدا، تعودنا عليه الجيش الأبيض أنا أسميه، من وقت كورونا لوقت الانفجار بيروت لغاية الآن. لكن هلأ الهجومات من جمعتين إذا بدك من 15-20 يوم لغاية الآن زاد العدوان الإسرائيلي بشكل مرعب، وأنا وصفتها امبارح بالإعلام لبيروت تحترق مع الأسف الشديد، والمجتمع الدولي كله واقف عم يتفرج. بس الاستنكارات الدولية بمنظمة الصحة العالمية بعد هلأ عم تفضل حضرتك أنه ما قدرت توصل الأدوية، مع الأسف الشديد المنظمات الدولية اللي عم بيساعدونا والشكر الكبير لهم، وخاصة بالنسبة للمستلزمات الطبية من الإخوة العرب اللي عم تيجي على المساعدات، يعني من العراق، من الأردن، من إيران، من الكويت، الإمارات وروسيا اليوم صباحا. وشكر جزيل لشعب مصر والقيادة المصرية كمان، وكل الوزراء الصحة العرب حكوا مع وزير الصحة اللبناني بالنسبة للمساعدات عم توصل تباعا يعني. بس الوضع الصحي في لبنان الآن تحت السيطرة أكيد، مثل ما تعودنا المستشفيات في بيروت مليئة بالجرحى، نحن عم ننقل الجرحى على المستشفيات في جبل لبنان والشمال. الوضع السطحي تحت السيطرة التامة، المستلزمات الطبية عنا إياها، كان عنا ستوكات على 3-4 أشهر لقدام، لكن ما بالعدوان استعملت، والمستلزمات اللي عم تجينا هلا من الاخوة العرب نحن عم نوزع على المستشفيات الحكومية خاصة وبعض المستشفيات الخاصة اللي عم تستقبل جرحى، لنقدر نضل ستوكات جاهزة ومعنا لقدام بين مستلزمات طبية وبين ادوية. يعني تفضلت حضرتك انه اليوم قديش قالت المنظمة الصحة العالمية استشهد، عندي لغاية الآن 97 شهيد من الطواقم الطبية مع الأسف الشديد، عندي 45 مركز الصحي كمان انقصف، و 128 جريح من الطواقم الصحية. لغاية الآن عندي 1974 جريح، منهم 127 طفل و 261 امرأة، أكيد هودي ما كانوا عم بيحاربوا، و 9384 جريح مع الأسف الشديد، والمجتمع الدولي بس عم يوقف بالبيانات المستنكرة، غير هيك ما عم بيقدر يوقف. نحن شعب ما منريد الحرب، من أول نهار أعلننا ما منريد الحرب، لكن الحرب فرضت علينا، والشعب اللبناني نزح. أنت تصور أنه في بخلال 48 ساعة نجح 1.5 مليون نازح، يعني تقريبا رح يوصلوا ثلث وأكثر من ثلث الشعب اللبناني نزح ب 48 ساعة. أي دولة بالعالم تقدر تتحمل نزوح
بهالشكل الرهيب، ونحن كليتنا عارفين الوضع الاقتصادي للدولة اللبنانية من 5 سنين لهلأ منهار، والشعب اللبناني عايش بضيقة اقتصادية رهيبة، لكن نتمنى أنه توقف الحرب هلأ. نحن إذا بيساعدونا كل المجتمع الدولي بوقف الحرب فورا، نحن ممكن نرجع نقوم ونرجع نوقف مثل ما تعود الشعب اللبناني، قد ما يوقع بيرجع بيوقف وبيرجع بيقوم بمساعدة الإخوة العرب. والقطاع الصحي في لبنان باقي وبعده صامت، الجيش الأبيض عم بيقوموا بعمليات جبارة، أوقات في عمليات عم تستدعي 4-5 حكمة أطباء من اختصاصات مختلفة ليقوموا بعملية وحدة لمريض، بكونوا مجتمعين بين حكمة جراحين شرايين وجراحة عيون وجراحة عظم وحريق، اختصاصيين بالحريق لأنه في كتير منهم عم يحترقوا، في كتير كمان مع الأسف الشديد في كتير أشلاء. عم نعمل كمان فحوصات الدي ان اي لحتى يصابوا على الأشلاء. مع الأسف الشديد حرب وحشية لا مثيل لها، عن جد لا مثيل لها، ومش شايفينا بمشمار علينا هالقد هالوحشية هاي. مع الأسف الشديد برجع بكرر، مع الأسف الشديد بيروت تحترق. وتحت هذا العنوان حدثنا عن القدرة الاستيعابية للمستشفيات، اتصالا بذكرك للتخصصات التي تحتاجها لإسعاف ومعالجة من أصيب جراء هذه المعارك، القدرة الاستيعابية وما هو النقص فيما يتعلق بالمواد الطبية التي تساعد الأطباء على القيام بعملهم؟ القدرة الاستيعابية، نحن بعد عنا قدرة استيعابية أكيد بمستشفيات جبل لبنان ومستشفيات الشمال، عنا قدرة استيعابية. عنا بلبنان نحن 145 مستشفى، في منهم 32 مستشفى حكومي والباقي مستشفيات خاصة. عندنا مستشفيات جامعية كبيرة، بعدنا قادرين نستوعب أكيد، لكن نتمنى ما نستوعب، نتمنى توقف الحرب حتى نبلسم جراحنا ونرجع نقوم من أول وجديد. المستلزمات الطبية اللي عم تجينا هن بحاجة لها نحن، لأنه بالعمليات كلكم بتعرفوا بالعمليات الجراحية المستلزمات الطبية هي الأولوية، بين عمليات جراحية بالعظم، بين البانسمونات للحروق، بين عمليات الشرايين، بين ديبريتمون على كل الحروق، يعني خاصة أمراض الجرحى الحروب، جرحى الحروق أكثر شيء بضل المريض 2-3 و-4 بالمستشفى، وكل يوم عنده شغل وكل يوم عنده تغيير على الجروح. لكن لغاية الآن، لغاية هذه اللحظة، أنا كمدير عناية بعدنا القطاع الصحي مسيطر على الوضع الصحي في لبنان. كل التحية من العاصمة اللبنانية بيروت، الدكتور جوزيف حلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة اللبنانية، شكرا على قبول دعوتنا. أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن جيش الاحتلال استهدف العاملين في مجال الرعاية الطبية مساء أمس وسط العاصمة، ما أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص بينهم مسعفون. كما أوضح بوريل كذلك بأن المدنيين في لبنان يقعون ضحايا الهجمات الإسرائيلية، كما أنهم محرومون من الرعاية الطارئة. قال مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية عادل حلبي إن إسرائيل تتجاهل التحذيرات من عواقب الاجتياح الشامل للبنان. وفي كلمته خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أكد الحلبي أن لبنان يواجه أزمة تهدد وجوده ومستقبل شعبه. بات لبنان اليوم في عين العاصفة ويشهد تهديدا باجتياح بري إسرائيلي في جنوبه، من شأنه في حال حصوله أن يعيدنا إلى الوراء سنوات وسنوات، وأن يضرب أي إمكانية بإرساء هدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. فقد خلف العدوان الإسرائيلي الغاشم لحينه أكثر من 2000 شهيد وأكثر من 10,000 جريح من المدنيين، وأدى إلى نزوح أكثر من 1,200,000 لبناني، أي ما يعادل ربع عدد الشعب اللبناني، إلى مناطق مختلفة في لبنان. منهم من لا يجدون مأوى فيبيتون في العراء، معرضين أطفالا ونساء وشيوخا لقصف آلة الدمار الإسرائيلية. إن الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وتعتبر انتهاكا للمبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وتشكل تحدي عنيف من قبل إسرائيل للمجتمع الدولي بأكمله.
تكثف دول غربية خطط الطوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان بعد احتدام الصراع بين إسرائيل وبين حزب الله. مزيد من التفاصيل عن خطط هذه الدول لنقل رعاياها من الأراضي اللبنانية في سياق هذا العرض الذي تقدمه الزميلة داليا أبو عميرة. تفضل يا داليا. شكرا تامر، أهلا بكم. مع احتدام الحرب المستعرة على الأراضي اللبنانية بين جيش الاحتلال وحزب الله، بدأت العديد من الدول في اتخاذ تدابير عدة لإجلاء رعاياها من لبنان. وبالرغم من عدم تنفيذ أي دولة لعملية إجلاء عسكري، لكن عمليات الإجلاء الميداني تسير بوتيرة متسارعة. نبدأ من قبرص، وبحكم قربها المكاني من لبنان يجري تأهيلها لتكون ممرا بحريا لعمليات الإجلاء بعدما سهلت إجلاء نحو 60,000 شخص فروا من الحرب عام 2006. وقد يمتد ذلك إلى تركيا أيضا باعتبارها إحدى دول الجوار للبنان. تركيا أشارت إلى استعدادها لتنفيذ عملية إجلاء محتملة لنحو 14,000 مواطن من لبنان جوا وبحرا، وكذلك استعدادها العمل مع نحو 20 دولة لتجهيز موانئها ومطاراتها لتدشين جسر جوي لإجلاء الرعايا. أيضا هناك أستراليا وكندا تعاقدتا مع سفينة تجارية لنقل نحو 1,000 شخص يوميا إلى قبرص تمهيدا لنقلهم لبلادهم، ولأستراليا نحو 15,000 من الرعايا في بيروت. فرنسا أيضا بدأت بالفعل خطط الإجلاء، حيث يتم نقل المرضى والمسنين على متن الخطوط الجوية من بيروت مباشرة أو قبرص عقب نقلهم إليها بحرا. كما أنه من المتوقع أن تعتمد تركيا أيضا في ذلك خطة احتياطية لباريس، فقد أعلنت قبل شهر عن تحويل سفيناتها الحربية الموجودة بشرق البحر المتوسط للعمل كمهبط لطائرات هليكوبتر تشارك في نقل الرعاية من لبنان. إيطاليا الجارة الأخرى لبيروت بدأت بالفعل تقليص عدد دبلوماسيها وتعزيز قوات الأمن في سفارتها في بيروت، كما دعت رعاياها لمغادرة البلاد تزامنا مع مساعيها للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن سلامة الجنود الإيطاليين العاملين في عمليات حفظ السلام اليونيفيل في الجنوب اللبناني. أيضا هناك بلجيكا وبولندا والبرتغال اكتفوا بالتحذير من اللاتواجد على الأراضي اللبنانية أو السفر إليها، وأعلنت الخارجية البولندية أنها ستقلص عدد الموظفين في سفاراتها في بيروت، إضافة إلى نيتها تنظيم عمليات لنقل رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان، بينما قامت البرتغال بإجلاء عدد صغير من مواطنيها. أيضا لدينا هولندا، إسبانيا، بريطانيا لجأوا لتدخل الطيران العسكري لإعادة رعاياهم من لبنان، فأرسلت أمستردام ومدريد طائراتهم لذلك، بينما نقلت بريطانيا 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها إضافة لسفنها الحربية للتدخل عند الضرورة. كذلك استأجرت رحلات جوية لنقل رعاياها. سيناريو عسكري محض لجأت له الولايات المتحدة بعدما نشرت قوات لها في قبرص للمساعدة في الاستعداد لأي سيناريوهات بما يشمل إجلاء الأمريكيين من لبنان، وذلك إضافة لزيادة عدد رحلات الطيران. إذن عسكريا وميدانيا تسارعت الخطى للعديد من الدول وبخاصة الدول الكبرى لإجلاء رعاياها من لبنان المكلوم، بينما تباطأت الخطى سعيا لحماية لبنان من عدوان ملأ الأبصار من الاحتلال الإسرائيلي. الآن عودة مرة أخرى لتامر حنفي لاستكمال باقي هذه النشرة، إليك تامر. شكرا داليا. أكد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض بأن العدوان الإسرائيلي على لبنان سبب أضرارا جسيمة بعدد من المستشفيات بالجنوب اللبناني، إضافة إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية. وخلال مؤتمر صحفي أوضح وزير الصحة اللبناني أن أكثر من 10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة عليها. 9 مستشفيات، 45 مركز طبي، 128 سيارة إسعاف أو إطفاء، 102 شهداء و 225 جريح. وبالملاحظة بخلال الاستهداف إن كان بمركز عيترون الطبي أو كذلك نفس الشيء شفناه بالعديسي، إنه لما صار في استهداف لا سيارات الإسعاف أو للمركز وحاولوا ترجع سيارات الإسعاف تجي تسحب
الشهداء أو الجرحى، صار في استهداف لسيارات الإسعاف اللي جاي تسحب الجرحى، ومن بيناتهم كان سيارات إسعاف كان في تنسيق معها يا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل ما صار بالعديسي، أو مثل ما شفنا اليوم بالسيارة اللي صار لها استهداف اللي سقط فيها شهيد من الجيش اللبناني وكذلك مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي الإذن لإسرائيل بالانتقام من إيران، وأضاف بايدن بأن الدور الأمريكي يقتصر على تقديم المشورة فقط لإسرائيل. كما استبعد الرئيس الأمريكي أن تقوم تل أبيب بأي هجوم على طهران اليوم على خلفية الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل. أعلن جيش الاحتلال اغتيال القيادي في حماس روحي مشتهى والذي اعتبره عمليا رئيس سلطة حكم حماس في قطاع غزة. وأشار الاحتلال في بيان له إلى اغتيال القيادي سامح السراج مسؤول ملف الأمن لدى المكتب السياسي واللجنة التنفيذية لحماس، وكذلك سامي عودة رئيس جهاز الأمن العام بالحركة، وذلك خلال غارة مشتركة شنها جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام الشباك قبل حوالي 3 أشهر في غزة. هذا ولم تصدر حركة حماس أي تعليق حول هذا الأمر. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 8 فلسطينيين إثر غارات وقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم، وذلك في إطار العدوان المتواصل لليوم رقم 363 على التوالي. ومن ناحية أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف مدفعية الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرقي مخيم المغازي الواقع وسط قطاع غزة، بينما قصفت طائرات الاحتلال مع مدفعيته أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى داخل مدينة غزة. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على فلسطين ولبنان. قال الرئيس الفلسطيني إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة دمر نحو 90% من مرافق القطاع وأبنيته التحتية، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط باتت تواجه مخاطر ضخمة بسبب استمرار إسرائيل في نهج العدوان والعنف. شدد عباس على تمسك فلسطين بمواجهة مساعي الخلاص من الاحتلال والاستيطان ووقف العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وصولا إلى إنهاء الاحتلال بالكامل. اقتحم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال بمدينة القدس الشرقية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية إحياء لما يسمى برأس السنة العبرية. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في مطار القاهرة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأفادت رئاسة الجمهورية المصرية أن زيارة رئيس الإمارات إلى مصر هي زيارة عمل. والآن نذهب لمتابعة تطورات أوضاع أوكرانيا. технических решений.
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها فرضت سيطرتها على مدينة أولغراد في دونيتسك بشرقي أوكرانيا. كما أضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بأن السيطرة على المدينة الاستراتيجية تمت بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من مجموعة فوستك الروسية. كانت روسيا قد أعلنت على سيطرة قواتها على بلدة نيليبوفوفكا في دونيتسك يوم الاثنين الماضي. لقي 3 أشخاص حتفهم بينهم طفل في استهداف لطائرة مسيرة روسية لشاحنة غاز في منطقة تشيرنهيف الواقعة في شمالي أوكرانيا. وذكرت الشرطة الأوكرانية أن 4 آخرين من بينهم طفلان أصيبوا في الهجوم. قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن هجوما بطائرات روسية دون تيار ألحق أضرارا بخطوط الكهرباء. كما أشارت الوزارة كذلك إلى أن خطوط الكهرباء ومحطات فرعية تضررت في مناطق كييف وأوديسا وإيفانو وفرانسفسك. أفاد مسؤول أوكراني بأن طائرات دون طيار أوكرانية هاجمت مطارا عسكريا مع مستودعات للوقود في منطقة فورنيج الروسية. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأوكراني قوله إن جهاز الأمن الأوكراني يواصل اتخاذ إجراءات لتقليص القدرة العسكرية للقوات الروسية، مؤكدا استمرار الهجمات الأوكرانية على المطارات الروسية. أكد الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا دعم الحلف الشمالي لأوكرانيا خلال حربها مع روسيا، مشيرا إلى أن كييف أصبحت أقرب إلى الحلف من أي وقت مضى. وبحث روتا كذلك خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أفاق التعاون بين أوكرانيا وبين التحالف مع خطة النصر ومستقبل رامشتاين، إضافة إلى الأسلحة والوضع على الجبهة. تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن المناطق المتضررة جراء إعصار هيلين والذي ضرب ولاية كارولاينا الشمالية جنوبي شرقي الولايات المتحدة. كما تفقد بايدن عددا من المناطق بالجنوب الشرقي وما بها من آثار للدمار التي سببها الإعصار. وخلال جولته أشار بايدن إلى أن إضراب عمال الموانئ المستمر قد يزيد من صعوبة توصيل الإمدادات إلى المناطق المتضررة. والآن نتابع مع حضراتكم كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مقر الأكاديمية العسكرية المصرية خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديميات والكليات العسكرية. في استراحة لمدة 30 دقيقة نعود بعدها لاستكمال الحفل. انتشرت السلطات في الكونغو 23 جثة بينما جرى إنقاذ 40 شخصا بعد حادث غرق قارب في بحيرة كيفو على الحدود مع رواندا. وفق تقارير محلية تم تسجيل 90 شخصا كمسافرين على متن هذا القارب والمكون من طابقين، بينما تحدث عدد من الناجين عن وجود قرابة 200 شخص على متن ذات القارب. قال وزير الصحة الرواندي إن بلاده ستبدأ تجارب سريرية للقاحات تجريبية لفيروس ماربورغ في الأسابيع القليلة المقبلة لمكافحة أول تفشي للفيروس في البلاد والذي أودى بحياة 11 شخصا. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه تم اكتشاف الفيروس في أواخر سبتمبر وتم الإبلاغ عن 36 حالة حتى الآن. من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع الحكومة الرواندية وعقدت اجتماعا للشركاء الصناعيين والأكاديميين والحكوميين لتسريع الوصول إلى اللقاح وجرعات العلاج للتجارب.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 46 مليار و737 مليون دولار في نهاية سبتمبر من عام 2024. كان صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي قد سجل نحو 46 مليار و597 مليون دولار في نهاية شهر أغسطس الماضي، لتبلغ قيمة الزيادة نحو 140 مليون دولار. ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعادة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي. قالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعادة البطالة زادت 6000 طلب لتصل إلى 225 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 28 من سبتمبر، كما توقع خبراء اقتصاديين تسجيل 220 ألف طلب. وتتوافق زيادة الطلبات مع استقرار سوق العمل المدعوم بانخفاض عمليات التسريح. انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 49.4% في سبتمبر، وهو ما يقل عن سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي للمرة الأولى منذ عام 2021 ويفوق التوقعات. وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر نحو 3% على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير التوقعات التي بلغت 2.2%. وفي أغسطس بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 2.5%، بينما بلغ المعدل السنوي نحو 51.97%. انخفضت الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو واقتصاداتها الرئيسية، وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.2%، وهبط قطاع التكنولوجيا بنحو 1%، بينما صعد قطاع شركات الطاقة 0.3% مع ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. ارتفع المؤشر نيكي الياباني 2% مدعوما بضعف الين، بعد أن أدت تعليقات رئيس الوزراء الياباني التي تميل للتيسير النقدي إلى تقليص الرهانات على تجديد السياسة النقدية بقدر أكبر. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 2%، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا بنحو 1.2%. وبعد الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، تم التصريح بأن اليابان ليست في بيئة مناسبة لزيادة إضافية في أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار النفط العالمية وسط مخاوف المستثمرين من أن اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تعطل إمدادات الخام. أصعد الخام العالمي مزيج برانت بنحو 2% ليصل إلى 75 دولار و86 سنتا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.1% ليصل إلى 72 دولارا و22 سنتا للبرميل. هذا ختامنا، وهنا نذكر بالعناوين. مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء عبوة فجرها حزب الله في وحدة من لواء جولاني بمنطقة مارون الرأس. الصحة العالمية تؤكد أنها لن تتمكن من تسليم شحنات إمدادات طبية إلى لبنان غدا بسبب قيود الطيران. وبايدن يستبعد شن هجوم إسرائيلي على إيران الليلة، ويؤكد أن واشنطن لا تعطي الإذن لتل أبيب بالانتقام من طهران. خدمتنا الإخبارية على رأس الساعة القادمة بحول الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، إلى اللقاء.